إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشاهير القراء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا نخصص هذه الحلقة من برنامج مشاهير القراء للحديث عن سيد قراء مصر. هذه الحلقة عن حياة الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى. هذه الحلقة تأتيكم من أقدم مساجد مصر، تأتيكم من مسجد عمرو بن العاص الصحابي الجليل الذي أنشأ هذا المسجد في السنة 21 للهجرة. ضيف هذه الحلقة حفيدة الشيخ محمد رفعت الحاجة هناء حسين محمد رفعت، مرحبا بكم. المقرئ الشيخ محمد رفعت. ولد الشيخ محمد رفعت في يوم الاثنين 9 مايو لعام 1882 بحي المغربلين بالقاهرة، وفقد بصره صغيرا وهو في سن 2 من عمره نتيجة مرض أصاب عينيه. حفظ القرآن في سن 5 حيث التحق بكتاب مسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بالسيدة زينب، ودرس علم القراءات وعلم التفسير ثم المقامات على أيدي شيوخ عصره. توفي والده محمود رفعت والذي كان يعمل مأمورا بقسم شرطة الخليفة وهو في 9 من عمره، فوجد الطفل اليتيم نفسه مسؤولا عن أسرته وأصبح عائلها الوحيد. ثم تولى القراءة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب سنة 1918 وهو في سن 15. إذن مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا أرحب بضيفة هذه الحلقة من برنامج مشاهير القراء الحاجة هناء حفيدة الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى. الحاجة هناء، أود أن أتعرف منك أولا على نشأة الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى. جدي الشيخ محمد رفعت كان اسمه مركب، اسمه محمد رفعت محمود رفعت، مركب من 4 أسماء. محمد رفعت ده اسم الشيخ رفعت، واسم والده محمود رفعت. محمد رفعت محمود رفعت. نعم. هو من مواليد حي المغربلين في الدرب الأحمر في القاهرة. في القاهرة. نعم. القاهري يعني، و مواليد سنة 1882 9 مايو 1882، والوفاة 9 مايو 1950. نفس اليوم. نفس اليوم. 9 مايو 9 مايو. بيقولوا دي كرامة يعني. سبحان الله. الحمد لله. طيب كيف بدأ يتعلم القرآن؟ والله هو اتولد، كانوا بيقولوا جميل جدا لدرجة كانوا بيقولوا ده زي ما يكون ابن ملوك، كانت عينه حلوة قوي ورمشه ضارب، هو بيقولوا كان جميل الصورة يعني. نعم. فبيقولوا اتحسد، وبيقولوا جاله مرض في عينيه، لأن فعلا يعني تعبت وعينيه جالها رمد. فوالده حب يوجهه الوجهة اللي طبعا تتلائم مع، يعني هو يعني ولد مبصرا، مبصرا ثم فقد البصر فيما بعد. هو عنده 2 سنين. نعم. فوالده حب بقى يوجهه في الظروف طبعا اللي هي موجود فيها ديت، فبدا يحفظه القران. والده ماذا كان يعمل؟ والده كان ضابط شرطه، كان مأمور اسم الجماليه. نعم. نعم. فحب يحفظه القران في البيت. نعم. فحفظه حوالي 3 القران في البيت لحد ما بقى عنده 5 سنين، فحس ان الموضوع يعني 5 سنوات هو يحفظ 3 القران، ما شاء الله. هذا قبل الكتاب، كله قبل الكتاب. قبل الكتاب. طيب، وبعد كده سلمه الكتاب باشتك اللي هو ملحق بجامع فاضل باشا، اللي هو فاضل وافي للمكان دوت، يقرا السوره فيه يوم الجمعه لحد ما توفاه الله او امتنع عن القراءه يعني. طيب، اذا بدا يتعلم القران في الكتاب. وحفظ القران. ايوه، كاملا تحفظ القران كله، اتمه وهو عنده 9 سنوات. 9 سنوات ما شاء الله. طيب، شهرته كيف بدات تذيع شهرته بين الناس؟ والله تخيل حضرتك ان هو شهرته بدات بدري قوي، حتى قبل ما يفتتح الاذاعه. نعم.
يعني كانت بدأ بقى الناس عرفوا ان في شيخ في المكان في دار في جامع فاضل باشا وصوته جميل. كان طبعا يوم الجمعه ده بيجوا التجار من كل انحاء مصر يشتروا ويبيعوا هنا في القاهره، فكانوا عارفين ان هم في الاخر يروحوا بقى يصلوا في جامع الشيخ محمد رفعت. طبعا الجامع نعم كان بيبقى زحمه زحام رغم انه جنب مسجد السيده زينب. سبحان الله، يعني هذه ايضا نقطه مهمه انه تكون امام قريب من مسجد مشهور وانت تكون لك خصوصيه، الناس تترك المسجد المشهور وتاتي عندك. مظبوط. نعم. انا سمعت من الناس يعني ان هم كانوا يوم الجمعه ده مثلا اول مره راحوا لما سمعوا ان صوت الشيخ رفعت وبتاع، فقالوا روح نسمع الشيخ ده اللي بيقولوا. نعم. عليه صوته جميل، فراحوا حوالي الساعه 10 راحوا لقوا الجامع، لان هو جامع صغير. نعم. وكان بيفرشوا قدامه. نعم. ما لقاش مكان، اضطر تاني الجمعه يروح الساعه 8 الصبح والصلاه الساعه 12 عشان يلاقي مكان يسمع الشيخ محمد رفعت. فهو ذيعه يعني اذاع صيته. نعم. من قبل افتتاح الاذاعه كانت. نعم. كان معروف على مستوى كبير جدا الناس. نعم. بتيجي كل جمعه يجتمعوا ويسمعوا ويتهافتوا على صوته. طيب نتكلم عن دخوله الاذاعه المصريه، كيف كان اول دخول الاذاعه المصريه؟ كان موافق؟ هل كان الموضوع عادي عنده؟ والله طبعا هو زي ما قلت لحضرتك كان بدا بقى الناس عرفته وكان بيحيي ليالي طبعا والناس عارفاه وكده، فكان ساعتها في شيوخ كبيره غير الشيخ رفعت، كان في الشيخ علي محمود، كان في الشيخ علي السيفي، كان في ناس برضو، بس الشيخ رفعت لما جه يعني تاخر الناس دي، انا اسفه اني بقول اللفظ يعني. نعم. ان هو يعني من جمال صوته هم نفسهم لما كانوا بيحضروا هم كانوا بيحكوا كده، ما بيحضروا ليله معاه كانوا بيرفضوا يقروا ويقول احنا هنيجي النهارده نسمع الشيخ رفعت. الشيخ علي محمود بالذات كان من محبين وعشاق الشيخ رفعت. طيب دخول الاذاعه كان اول مره رافض؟ هو اتعرض عليه بقى، كان سمعه احد الامراء من العيله المالكه وقال لهم انا برشح لكم الشيخ محمد رفعت صوته حلو، فراحوا على دور عليه الامر، فواحد غيره طبعا يفرح ويجري بقى بالمشوار، فكان خايف جدا ان الراديو ده يبقى موجود في مكانه، طبعا كان حاجه جديده في مصر ان يبقى فيه راديو، ان يكون موجود في مكان غير لائق بقراءه القران، ان يكون مكان في ناس مش، فطبعا راح استشار اصدقائه من العلماء الازهر، كان ساعتها الشيخ الصملوطي كان شيخ الازهر، فقال له لا حرج وما تخافش وما تنساش ان القران نزل على ناس كفار وهو الان يمكن انت تهدي حد، وانا يا سيدي اول واحد كمان عشان اريحك انا هشتري الراديو عشان خاطر. يا سلام يا سلام. انا نحن نزلنا الذكر وان الحاجة هنا قصة دخول الشيخ رفعت للإذاعة هو كان متخوف في البداية. مزبوط. متخوف من الحلال والحرام. مزبوط. بعد أن استشار شيخ الأزهر أذن له وقال أنه هذا الأمر فيه خير. ماذا عن تسجيل الإذاعة البريطانية له؟ والله هو تسجيل واحد لسورة. نعم. مريم. نعم. طبعا لما جاني لما الشيخ رفعت بقى ذاع صيته وبقت الناس فحبوا طبعا يشدوا انتباه المستمعين. نعم. بصوت الشيخ رفعت. نعم. فعرضوا عليه ان هو يعني يجي يفتتح الإذاعة البريطانية وكده، فهو برضو كان عنده نفس التخوف. نعم.
ورفض وهو بس التسجيل الوحيد اللي هو عمله سورة مريم وراح عن طريق البحر اعتقد زي كده لان العقد مكتوب عندي ان هو راح عن طريق البحر ورفض ان هو طبعا يروح. نعم لكن هو في البداية كان معترض كونه يعني للبريطانيين وكان الفكرة عنده انه هؤلاء كفار لا يجوز لكن استشار شيخ الأزهر أذن له قال ما في شيء فهو أيوة الشيخ الأزهر نعم. برضو يعني أباح له الموضوع نعم. ده أنه ما فيهاش أي حاجة أنا حقيقة هذا التسجيل أنا أذكر أن طفل صغير وقع تحت يدي كاسيت من أحد السميعة هذا بالضبط اللي يتكلمين عنه أنا سمعته وأنا صغير مذيع البي بي سي يقول النص التالي يقول تفتخر هيئة الإذاعة البريطانية بتسجيل نادر من تسجيلات الشيخ محمد رفعت وتسجيل كما ذكرتي كانت من سورة مريم ومن أروع التلاوات هي من أحلى الحاجات للشيخ رفعت سورة مريم طيب شيخ هنا ماذا عن بقية التسجيلات؟ تسجيلات الشيخ محمد رفعت صحيحة جدا وقليلة هل عندكم تسجيلات لم تخرج لحد الآن؟ أنا عندي حوالي 20 ساعة نعم طبعا احنا عندنا ما تيسر من القران ما عنديش القران كله لان ده التسجيلات اللي احنا بنسمعها دي كلها تسجيلات منزليه فاعذروني اللي بيحب الشيخ رفعت بيسمعه على حسب الشخشخه اللي موجوده دي او اذا كانت في لان دي تسجيلات منزليه قديم وتسجيلات منزليه مش في استوديو أيوه انا عندي اربع تسجيلات بس اللي هم الاذاعه كانت سجلتها له فطبعا والدي كان بدا المسيره دي اللي احنا بنسمعه ده كله كان الفضل البابا والاخواته طبعا كانوا بيصرفوا من جيبهم على التسجيلات ديت بيصلحوها في الاستوديوهات بتاعه الاذاعه احنا كاحفاد بقى كملنا المسيره بتاعه اعمامنا على ذكر الاحفاد والاولاد الشيخ محمد رفعت كم ترك من الاولاد هو كان هم كان عنده اربع اولاد عمي محمد الكبير اللي هو كان يعتبر دراعه اليمين وسكرتيره هو اللي بيرد على الجوابات والخطابات وبيظبط له كل حاجه وبعدين عمي احمد وبعدين عمتي بهيه وبعدين والدي انا بابا حسين نعم يعني والدك رحمه الله تعالى هو اصغر واحد اولاد الشيخ رفعت طيب نعود نتكلم عن شخصيه الشيخ رفعت وكان بكاء كان بكاء ايضا في الصلاه يحضرني دلوقتي حكايه كده كان سمعتها من بابا وسمعتها برضو من حد من اللي كانوا موجودين لان الحكايه كانت غريبه شويه ان كان في بيته وكان بيصلوا صلاه المغرب وكانت صلاه المغرب جهرا وكان الشيخ رفعت وراه واحد من اصدقائه او المقربين ليه وهو بيقرا الشيخ رفعت طبعا بصوت عالي جه عند ايه من الايات اللي فيها عذاب وفيها فغمي عليه وقع على الارض غمي عليه فالراجل ورا مش عارف بقى يسلم ولا الله يعمل الله ايه ولا يسلم مش عارف يطلع من الصلاه الله مفيش كده لحظات والشيخ بدا يتملك نفسه وقف كمل الصلاه بعد الصلاه بيقول له ايه يا شيخ رفعت ايه اللي جرالك انت وقعت مني انت اغمى قال له من خوفي من رعبي من ربنا وان ما قريت الايه حسيت بخوف ما قدرتش اتملك نفسي وقعت من طول فهي دي شخصية الشيخ رفعت كان بيخاف يعني كان بابا برضو بيحكي لي دايما إنه هو كان يخش في أوضته ويناجي ربه بصوت عالي ويبكي ويعيط ويقول له سامحني يا رب أنا مذنب أنا ضعيف يعني كانت حتة الخوف والخشية دي وهي حتى واضحة في تلاوته واضحة في تلاوته جامد صحيح يعني صحيح طيب حاجة هنا ماذا عن زهده في المال؟ يعني احيانا كان بعض الفقراء يصير عندهم عزاء كيف كان يتعامل معاهم هو بقى كان يعني حته زي ما قلت لحضرتك في الاول برضو ان هو لما كان يروح ليله بدون اجر كان يبقى فرحان ويعتبرها دي حاجه من عند ربنا اكثر مره هو اخطا معه صاحب العزاء واعطاه هو مره راح في كان في عزاء وبعدين كان معاه شيخ تاني فالشيخ صاحب العزاء ادى المبلغ اللي كان هيديه للشيخ رفعت حوالي 5 جنيه اداهم للراجل الشيخ التاني وادى للشيخ رفعت جنيه الشيخ رفعت كان يعني بالعكس عكسها عكس الموضوع وحطه في جيبه اما روح بيبص في الفلوس يا نهار يعني الراجل جاله رعب الشيخ رفعت ازاي ما نامش وراح له البيت وخبط عليه يا مولانا سامحني ابوس ايدك انا اديتك وانت ده مش قيمتك قال له هو ده الرزق اللي ربنا بعته لي وانا راضي بيه يا سلام. وخلاص مش هرجع فيه يا سلام الحاجة هنا عرضت على الشيخ دعوات كثيرة للقراءة خارج مصر أسوة بقية القراء لكن الشيخ كان يرفض
مصر. هل جار أي دولة خارج مصر؟ سبحان الله يا مولاي، يعني أنا نعم. ساعات كان بيصعب عليا اقول ايه ده ما شافش حاجه، ده ما خرجش، اتاري هو نعم. هو كان اصلا مش عاوز حاجه، هو نعم. مش عايز غير رضا ربنا بس نعم. ففعلا اتعرض عليه، كان هناك الحاح من بعض الجهات نعم. في يعني طبعا غير الاذاعات اللي هي كانت موجوده كلها بره نعم. كان في مهرجة هندي نعم. اسمه حيدر اباد نعم. المهرجة ده بيقولوا عليه ان هو كان غني جدا ثري جدا بس نعم. في نفس الوقت كان بخيل جدا نعم. وكان مصمم ان الشيخ رفعت يروح يحيي ليالي رمضان عنده في الهند نعم. وعرض عليه مبلغ، كل ما الشيخ يرفض الشيخ بيرفض لهدف في دماغه ان هو مش عايز يسافر ويعمل نعم. مشقة عشان يجيب فلوس، هو عاوز يقرأ هنا في وسط حبايبه الغلابة اللي موجودين في جامع فاضل باشا، يزود المبلغ يزود المبلغ ويجيب له ناس وناس تخش تتوسط، والشيخ برضه رفض الى حتى خلى الليلة ب100 نعم. جنيه. الكلام ده كنا مثلا في سنة 35 1935 يعني مبلغ طائل، قالوا لي ده يجيب 1000 فدان زراعة، رفض وقضى ليالي رمضان في مصر في وسط حبايبه اللي هو بيحبهم الناس الغلابة المتواضعين. يا سلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولله جنود السماء الحج. هنا نتكلم عن الحياة الأسرية للشيخ محمد رفعت، كيف كان تعامله مع والده والدته أبنائه أخوانه أخواته؟ برافو عليك، حتة دي مهمة قوي قوي. هو طبعا احنا قلنا ان هو كان والده عايش بس يعني بقى يتيم الأب وهو عنده 9 سنين. شوف بقى طفل عنده 9 سنين فجأة لقى نفسه مسؤول من أسرة كاملة، من أم وخالة كانت عايشة معاه وليه أخ اسمه محرم وأخت، هو كان مسؤول عن الأسرة دي. فكان شوف بقى الحاجة الجميلة بتاعت الشيخ رفعت، لما كان يروح ليلة ويقبض إن شاء الله مبلغ صغير كان يروح يدي الفلوس دي لمين؟ لخالته، عشان ما يحسسهاش إن هي قاعدة غريبة في وسط الأسرة دي. طبعا لما اتجوز ننتي جاب 4 أبناء زي ما قلنا. عمتي بقى كانت بنت وحيدة على 3 صبيان، مش عايزة أقول لك كان يعني دي كانت نور عينه، كان كانت مدللة، كان بيحبها نعم. جدا أكلمك بقى عن بابا علاقته إيه بـ نعم. بـ بوالده. يعني أنا أبويا كان يقول أنا خدام خدام القرآن الكريم، يعني كان خدام أبوه. يقول إن أبوه كان حنية فوق الوصف، يعني هو كان طبعا كان كفيف بس ما كانش ينام بالليل لما ياخد القلة بتاعته ويفوت على أولاده فرد فرد ويصحيهم ويسقيهم بق مية في رمضان، يعني مش قادر ينام إلا لما يطمن على الحكاية دي. كان هو عنده كان الشيخ رفعت في الفترة دي بقى الناس كان مثقف نفسه، مش كتاب بس، كان عنده مكتبة ثقافية
كان أي كتاب بينزل كان بيقتنيه يعني. ساب مكتبة مليانة يعني مش حاجات دينية في كل أنواع المعارف. ويبدو أن واحد من البيت كان يقرأ له، فكان بقى كان يقول يا أولاد أنا ما عنديش مقدرة أجيب حد يقرأ لي، فيقول له أنا يا بابا أقرأ لك. ده بابا بقى كان عنده ساعتها 10 سنين. طب يقول له هات الكتاب الفلاني في الرف الفلاني في البتاع، فيبدأ بابا يقرأ في الكتاب، فيبدأ يصلح له في الفتحة والضمة. مش عاجبه اللي بابا بيقرأ كده، يقول لك إلى حد ألاقيه بقى نسي الفتحة والضمة وبدأ يبكي كعادة الشيخ رفعت. فحتى بيسألوه طب كان بيبكي ليه يعني، كنت بتقرأ له إيه؟ قال أنا كنت صغير جدا 10 سنين مش على دراية إن إيه اللي أنا بقراه، لكن هو كان أول ما بيسمع يعني أقرأ له كان دموعه يبكي يعني. طيب الحاجة هنا نتكلم عن مرض الشيخ محمد رفعت. شو المرض اللي ألم بالشيخ آخر حياته؟ دي بقى الحتة اللي بتوجعني حقيقي يعني. لأن هو طبعا سبحان الله وربنا حب يرفعه درجة على درجة يعني. فهو طبعا أجمل حتة في حنجرته. فربنا ابتلاه في الحتة ديت إن هو حصلوا زي كانت بتجيله نوبات من الزغطة، هم قالوا ساعتها الفواق مش عارفة، لكن هي اتضح ان هي كانت ورم على الحنجرة. طبعا كانوا شكل من اشكال السرطان. بعد كده تعرف بس ما كانوا يعرفون اسمها، ما كانش ساعتها الفواق. الفواق او الزغطة كانوا يسموها، هي الزغطة بس باللغة العربية الفواق. فطبعا كانت عبارة عن نوبات من الزغطة طبعا. وربنا ما يحكم على حد، وكان بيبقى تعبان جدا منها. هذه اثرت على قراءته طبعا، بدا ما يقرا في الاذاعه. هو بقى طبعا يعني ايه كانت بتجيله على خفيف وبدات تزيد. فاحتجب عن الاذاعه وبقى قاعد، قال ايه كفايه عليا اقرا في الجامع، دول حبايبي والدنيا ملمومه، لو وقفت جات لي الزغطه هيستحملوني. فبدا يقرا بس في الجامع، الى ان كان يوم من الايام بقى طبعا هو كان بيحاول طبعا يتغلب على الموضوع دوت. وكان في جيبه دايما، بابا كان يقوله ازازه كده صغيره الظاهر كان فيها دواء، ان يعني الدكاتره قالوا ساعه ما تجيلك الحاله اشرب. ففعلا بدا يقرا سوره الكهف يوم الجمعه ويجي يقرا، فالزغطه تجيله بقت ايه ورا بعض ورا بعض. فحس ان هو خلاص مش قادر يكمل التلاوه. فراح موطي ومش بقى عيط، انخرط في البكاء بصوت عالي. فيقول لك الجامع ده كانت كله بقى يصرخ ويعيط، كانت يعني حاجه، وشالوه ودوه على البيت. الحاجة هنا بعد وفاة الشيخ محمد رفعت، من القراء يعتبر امتداد للشيخ رفعت أو أقرب القراء إلى الشيخ رفعت؟ أنا مش عن تعصب يعني. حضرتك قول أنت. أنا أعتقد إن مدرسة الشيخ رفعت ما فيهاش تلامذة أصلي. يعني الشيخ يعني شيوخ. طيب كتير لما كانوا يريدوا يعالجوا بعض الأخطاء الفنية في التلاوة ما كان يصحح؟ والله استعنا ساعتها يعني ده الكلام ده، واستبعدت التلاوات دي لأن كان الصوت بعيد، كان أبو العين شعيشة. وهو كان فرحان جدا، وهو كان حتى لحد ما توفى كان يقول أنا ساعدت في، طبعا الراجل محبة في الشيخ رفعت تبرع ووقف وعمل كده، بس هم استبعدوه. وبدأوا بقى بابا قعد من حبه بقى فابوه بقول لك عاشق لابوه. يدور ازاي ايه الطريقه ان نفس الصوت، فبدانا نجيب من نفس المقام اللي كان بيقرا منه الشيخ. طبعا هو كان واسع جدا في المقامات وفي التلاوات بتاعته، فكان بنجيب من نفس الصوت يعني مثلا لو كلمه مثلا اللؤلؤ ممكن دي نجمع الالف من حته واللام من حته، طبعا حاجه فيها مشقه بس بنفس صوت الشيخ رفعت. هل حصل تكريم للشيخ محمد رفعت بعد وفاته؟ التأبين ولا حفل ولا شيء؟ والله التكريم محبة الناس. يعني مش قادر أقولك الأطفال الصغير لحد كده حتى لما بيعرفوش اسمه يقولوا الشيخ بتاع رمضان. صوته طبعا مرتبط دايما برمضان. التكريم أنا كل سنة بحتفل بالذكرى السنوية بتاعت الشيخ رفعت، امتدانا لبابا بقى كان بيعمل كده يعني. بس أنا بعملها بحاجة أجدد بقى يعني بتواصل مع وزير الثقافة على أساس أن الشيخ رفعت يعتبر من التراث. فالحقيقة الناس بتبقى بتقف جنبي وبيدعموني وبيدوني مكان وميزانية يعني. طبعا مش أنا هبقى يعني بيبقى معايا ناس وبيصرفوا عليها صرف جامد يعني الحقيقة. طيب بالنسبة للأرشيف، أرشيف الشيخ محمد رفعت، هل هناك من استقصى هذا الأرشيف وجمعه ورتب هذا الأرشيف؟ إحنا كأحفاد. موجود الأرشيف حاليا؟ موجود طبعا. طيب وبالنسبة للتلاوات هذه اللي لم ترى النور، هناك تلاوات سمعت منك انه لم ترى النور لحد الان؟ مزبوط. هذه يا ريت الناس حقيقه في شوق كبير لانه يتعرف على هذه. انا في رمضان اللي فات ده يعني اهديت الاذاعه ساعه نصين ساعه.
نعم. من سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم. طبعا ما هو لازم الناس هتسمع، بس انا طبعا يعني انا ماسكة التلاوات من حتى الحاجات اللي احنا بنسمعها دي بعملها تنقية وفلترة برضو. نعم. عشان يبقى كل التراث بقى بعد كده اذا كان في حد بعدين هيهتم يعني. ان شاء الله انا حاسه ان صوت الشيخ رفعت هيعيش لحد يوم القيامه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه من برنامج مشاهير القراء باسمكم جميعا اتوجه بشكر جزيل لضيفتي الحاجه هناء حسين محمد رفعت، حفيده الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى. هذه الحلقه من برنامج مشاهير القراء جاءتكم من العاصمه المصريه القاهره، ومن واحد من اقدم مساجدها من مسجد عمرو بن العاص. التقيكم في حلقه قادمه من برنامج مشاهير القراء. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان احسنتم احسنتم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا قدير هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الله